وتكون الأمور طيبة في الامتحانات الماضية. أوكي ريكوردينج بدأ. طيب distribution of molecular speeds، إذا متذكرين تكلمنا عن الـ VRMS اللي هو الـ velocity تبع الـ root mean square، root mean square اللي أخذناها سابقا هون الـ VRMS أو الـ root mean square، وحكينا أنه هذه هي السرعة اللي عادة بتكون المتوسط السرعة اللي ممكن أنها تمشي فيها المولوكيول أو في الهواء أو في الفضاء. لو انتبهنا من الجراف الديستريبيوشن للسبيد للمولكيولز بالغاز اللي تم يعني اشتقاقه من معادلة ماكسويل، بيطلع لنا الفيلوسيتي بيك، الفيلوسيتي بيك مختلفة عن الفي ار ام اس، مختلفة عن الفي ار ام اس اللي هي المتوسط تبع السرعات تبعت هذه المولكيولز في هذا الفضاء. لا ننسى انه هذه السرعات عادة بتكون معتمدة على شغلات كتير، من الاشتقاق اللي شفناه احنا المحاضرة الماضية، كيف انا عملية الاصطدام بالجدران بالاكس وبالواي وبالزي، فالمعادلة كلها تبلورت بناء على probability على الاحتمالات. ولكن في معامل مهم جدا احنا ما كنا حاطينه بعين الاعتبار، المعامل اللي هو temperature، المعامل اللي هو temperature. لاحظوا كيف عند درجة حرارة STP عند درجة صفر مئوية 273 كلفن كيف البيك أعطى هذا الشكل بناء على ماكسويل، على ديريفيشن تبع ماكسويل. ولكن الموست أوف البيك تبع السبيد اللي هو الفي بي كان على ماكسويل. أما في حال أخذ ديستريبيوشن عفوا أخذ تمبرتشر أعلى، تمبرتشر أعلى على فرض على جسم الإنسان، لاحظوا هنا احنا برضو بنعتمد على شغلات لها علاقة في جسم الإنسان لأنه التصرف بيختلف في داخل جسم الإنسان في هذه في هاي اللحظات، فالديريفيشن راح يطلع أقرب للطبيعي والفي ار ام اس راح تكون في موضع الصحيح، يعني بيصير الشكل بهذا الشكل، الفي بي تلتقي مع الفي ار ام اس في هاي الحالة. تمام، فهذه بس فقط دلالة انه درجة الحرارة، درجة الحرارة درجة مهمة جدا حتى لعملية التوزيع في داخل المادة أو في داخل الكونتينر، إذا كان الكونتينر ممكن يكون الرئتين، ممكن يكون غرفة، ممكن يكون مستشفى أو غرف عزل. الآن الريل غازز، الغازات مش الايديال غاز، الريل غازز الغازات الحقيقية اللي احنا بنسميها بصير لها عملية change of phase. change of phase متذكرين كلمة phase مرت علينا كتير، عملية change of phase من liquid لvapor، يعني هاي الأمور. الغاز طب الريل غاز بمر عادة في مراحل اللي هو التغير، بمر في مرحلة إنه يصير يتحول لliquid وممكن إنه يرجع لغاز أو العكس صحيح بناء على تأثير البريشر والفوليوم، بناء على البريشر والفوليوم. إذا متذكرين لما حكينا الكلفين وكيف أوجدنا الكلفين إنه عملية الفوليوم بيضل يتقلص مع درجة الحرارة وبنزل للصفر كلفين أو الأبسولوت زيرو على الميتين وثلاث على ناقص 273.15 سيليسيوس. ففي الحالة هذه بيصير عندنا اللي هو وجود الفابور أو عفوا اللي هو الايديال غاز، وجود الايديال غاز في النقطة هذيك الفوليوم بتحول إلى almost zero، almost zero في هذيك الحالة. الريل غاز هذاك عفوا الايديال غاز، الايديال غاز التصرف تبعه المفروض إنه ما يتحول أو ما ينتقل between phases، ما يصيرش له change of phase، ما يصير له change of phase. اللي بيصير لهم change of phase اللي هو the real gases، الغازات الحقيقية. إذن the curve here represent the behavior of the gas at different temperature. إذن هنا على مختلف درجات الحرارة. The cooler it gets, the further the gas is from the ideal. إذن كل ما برد أكثر الغاز بيصير أبعد ما يكون عن كونه ideal. والدي الكيرف دي
هو مثال على هذا إنه البعد. In curve D, the gas becomes liquid. إذا غاز عند النقطة A بتحول إلى liquid. وهاي العملية بنسميها condensation. تمام؟ وفي at point B عفوا بتحول إلى become liquid وبصير له condensation في النقطة B and entire liquid at A بصير له هنا صعود. إذا condensation بصير عملية liquid من vapor إلى liquid. تمام؟ عملية تقليل الفوليوم، عملية تقليل الفوليوم، فبصير عملية إنه بتحول من vapor إلى liquid وبصير totally liquid في النقطة A. كامل الغاز بتحول إلى A. عشان هيك إحنا في عنا مثلاً liquid nitrogen. liquid nitrogen طبعاً هذا liquid nitrogen مهم جداً في المستشفيات. يعني في أقسام كثير بتشتغل على liquid nitrogen أو بتستخدم liquid nitrogen في المستشفيات زي قسم الـ MRI الـ magnetic resonance imaging التصوير بالرنين المغناطيسي. عملية البروتكشن من المجال المغناطيسي بتتم بالليكويد نيتروجين، ولكن الليكويد نيتروجين مش بحاله، مش نيتروجين بحالته الغازيه، لا بحاله الليكويد، بحاله الليكويد. تمام؟ في عندنا برضه الليكويد نيتروجين بنستخدمه في حاله الجلد والجروح، عمليه الحرق بالليكويد نيتروجين. فهاي الشغلات كلها ان شاء الله راح تاخذوها انتم مستقبلا بتفصيل اكثر من ناحيه كلينيكلي ان شاء الله. تمام؟ النقطه سي هاي بنسميها الكريتيكال بوينت. تمام؟ اللي هو الحاله اللي بيكون لا فيها لا فابور ولا ليكويد، وممكن يتحول اما فابور او ليكويد على حسب اما البريشر او حسب الفوليوم اللي بيكون فيها درجه الحراره فيها الكريتيكال بوينت في هذيك النقطه. عادة عملية التغير للغازات بتعتمد على زي ما حكينا درجة الحرارة، الريل غازز مثلا الووتر التمبريتشر تبعتها كيف تتحول الغاز، كان ليكويفاي اف بريشر از سفيشنت، اذا كان البريشر كافي في هذه الحالات. تمام؟ نو اماونت اوف بريشر ويل سفيشنت ابوف ذس اماونت. ففي حالة الووتر مثلا بتحول الى اللي هو الى ليكويد بدرجه حراره، او عفوا لما يكون عندنا الكريتيكال بوينت تبعته 218 which is عالي جدا جدا جدا، ففي الحاله هاي الكريتيكال تمبريتشر والبريشر بيكون عندنا 374 درجه مئويه. لاحظوا عندي الاكسجين على ناقص 118 مئويه. تمام؟ النيتروجين ناقص 47 درجة مئوية. أنا واحد من المحاضرات حكيت ناقص 180 أخطأت فيها، لا هنا بتحول إلى ليكويد توتالي على ناقص 147 درجة مئوية. والهيليوم، لاحظوا الهيليوم قريب من الصفر الأبسولوت تيمبريتشر، الأبسولوت زيرو، على الأبسولوت زيرو 5.3 اللي هو ناقص 267 أو 268 درجة مئوية بالسالب. عملية البي تي أو اللي هو هناك كان عندنا البريشر مع الفوليوم، هنا بنشوف البريشر مع التمبريتشر، البريشر مع التمبريتشر اللي هو بنسميه بي تي دياجرام، بي تي دياجرام بريشر تمبريتشر دياجرام. تمام؟ واللي برضو يطلق عليه الفيز دياجرام. هنا لاحظوا عندي ثلاثة ريجون، عندنا السوليد والليكويد والفابور. تمام؟ الثلاثة بيلتقوا عند نقطة اسمها التريبل بوينت. من اسمها التريبل بوينت إنها بتلتقي عندنا السوليد مع الليكويد مع الفابور في نقطة محددة، في نقطة محددة أو نقطة ثلاثية، تريبل بوينت، تريبل بوينت في هاي الحالة. تمام؟ ولاحظوا هاي معتمدة على شغلتين رئيسيتين اللي هو التمبريتشر والبريشر، التمبريتشر والبريشر. هذا الدياجرام للووتر، هذا الدياجرام للووتر. اذا
it show all three phases of matter. بفرجين الثلاثة phases تبعت المادة. The solid liquid transition is melting. إذا من ال solid liquid, هذا solid liquid, هذا خط solid liquid, هذا هو الخط تبعهم. تمام. إذا إما بكون عندنا transition melting أو freezing. إذا يا ذوبان يا تجمد بين solid liquid. تمام. وما بين liquid vapor, هذا الخط, هذا الخط liquid vapor, بكون one is boiling, عملية غليان, one is condensing, عملية تكثف, عملية تكثف. تمام. وفي عند الخط الثالث اللي هو بيكون عند درجة حرارة قليلة جدا وبرشر قليل جدا جدا جدا, في هالحالة solid vapor. solid vapor بيكون عندنا supplementation في هذه الحالة. تمام. عند solid vapor لو شفنا لغاز ثاني, لو شفنا لغاز ثاني للكربون دايوكسيد CO2, كربون دايوكسيد برضو مرة ثانية البريشر التمبريتشر, لاحظوا الكريتيكال هنا عندنا الكريتيكال بوينت فوق, هاي الكريتيكال بوينت. في هذه الحالة, في هذه الحالة اللي احنا حكينا عنها سابقا, التقاء الليكويد مع الفابور وعملية الكوندنسيشن اللي بتصير. التريبل بوينت عالي, التريبل بوينت عالي, لاحظوا في الووتر كانت قليلة جدا جدا جدا, تقريبا تقول إلى الصفر 0.01 من التمبريتشر و 0.006 بالبريشر. في حالة CO2 لا, الأمور مختلفة, يعني ممكن الكريتيكال بوينت تكون على CO2 5.11 البريشر, وتكون عندنا التمبريتشر ناقص 56.6 درجة مئوية. في هذه الحالة بتلتقي الثلاث حالات مع بعض في التريبل بوينت. تمام. الليكويد الكريتيكال بوينت كذلك الأمر أعلى من ناحية البريشر وأعلى من ناحية التمبريتشر. ففي الحالات هذولا كلها بصير عندنا الاسل سوليد ليكويد كير والليكويد فابور كير والسوليد فابور كير. بالإمكان نحدد متى بالإمكان إنه نحصل على فابور أو كوندنسينج أو عملية ترانسميشن للفيز ما بين الفيزز الثلاثة هذول. الفابور بريشر والهيوميديتي, الفابور بريشر والهيوميديتي, لو جينا على فكرة الهيوميديتي, الهيوميديتي اللي هي الرطوبة, الرطوبة. تمام. الرطوبة اللي موجودة في الجو, لو كان عندنا open container of water كان evaporate في حالة معينة, لو كان عندنا container مفتوح على الأغلب إنه الذرات تبعت هذا الووتر راح يصير لها تبخر, راح يصير لها تبخر قبل ما يصير لها عملية البويلينج, قبل ما تغلي, قبل ما تغلي لو كان هذا الغطاء مفتوح. تمام. The fastest molecules are escaping from the water. إذا أسرع ذرات من الووتر هاي راح تهرب باتجاه اللي هو المولكيولز escaping from water surface, راح تهرب من السيرفيس تبع هذا المكان, فمنسميها evaporation, عملية evaporation تبخر. فالعملية evaporation هي عملية cooling process للماء, زي أكنه نستغني عن الذرات أو عن المولكيولز اللي أعطت أو أخذت درجة حرارة, فبتخفف درجة الحرارة السائل نفسه, لو جينا فهمناها بمعنى عكسي. إذا evaporation هي برضو تعتبر cooling process. حتى جسم الإنسان عملية التعرق والسويتر والخروج برضو هاي عملية بتبرد جسم الإنسان, لما يعرق الجسم هي بتحاول قدر إمكان أنها تبرد الجسم الإنسان من الداخل. هلأ العكس تبع evaporation الكوندنسيشن, الكوندنسيشن أو التكثف, عملية التكثف في الحالة هاي. تمام. When evaporation and condensation process are in equilibrium, لما يصير عندنا equilibrium ما بين evaporation والcondensation, في الحالة هذه بيصير عندنا ال vapor just above the liquid is said to be saturated. إذن هاي حالة الإشباع بتكون عندنا في هذه الحالة. إذن حالة الإشباع في هذه الحالة والpressure is saturated vapor pressure,
والبريشر اللي موجود في هذه الحاله بنسميه ساتوريتد فابور بريشر. البريشر الموجود في هذه الحاله في حاله الاشباع ساتوريتد فابور بريشر. تمام. الساتوريتد فابور بريشر بيعتمد على اللي هو درجه الحراره وزي ما احنا بنعرف الضغط في نفس الوقت. اذا في حالات الناس اللي عاشوا في على البحر او على المحيطات بيعرفوا انه درجه الحراره لها دخل في البريشر، وهذا التنين بعطيني هيوميديتي في الجو او رطوبه في الجو. اذا الساتوريتد فابور بريشر انكريزز وذ تمبريتشر، بتزيد الساتوريتد فابور بريشر، ساتوريتد فابور بريشر بيزيد مع زياده درجه الحراره، مع زياده درجه الحراره في هذه الحاله. طبعا هذا الجدول اكيد مش للحفظ اكيد. متى ليش الليكويد بيصير يعمل بويلينج، بيصير يعمل غليان؟ ليش بيصير عندنا غليان؟ هذا الليكويد بويلز وين اتس ساتوريتد فابور بريشر ايكوال ذا اكسترنال بريشر. لما يكون عندنا هذا السائل او البريشر الساتوريتد فابور بريشر بيساوي الاكسترنال بريشر الضغط الخارجي، في هذه الحالة بيصير بده يطلع من مكانه، فبتحاول تتجمع الذرات كلها مع بعض، بتحاول تقاوم هذا البويلينج أو الحرارة الناتجة من تحت، فبتصير تطلع إلى الخارج، فبصير عندنا عملية الفقاقيع اللي موجودة في هذا السائل. البارشل بريشر في حالة الهيوميديتي بنسميه عندنا هنا relative humidity. relative humidity معتمد على شغلتين، البارشل بريشر من H2O والساتوريتد فابور بريشر في H2O. اذا في عنا جدول اللي هو السابق هذا بعطيني H2O متى الساتوريتد تبعه بكون او على اي درجة حرارة. فبنيجي بنحكي والله عند درجة 30 بكون الساتوريتد فابور بريشر 31.8. ففي الحالة هذه بنقسم البارشل بريشر الضغط الخارجي اللي موجود اصلا في الطبيعه، تمام، بيجي تبع الارصاد الجويه بيحكي والله الضغط الخارجي الان مثلا 15، فبنقسم من 15 على ال 31.8 ونضربها ضرب 100% تطلع لنا الريليتيف هيوميديتي في الجو في هذيك الحاله. هذا البارشل بريشر از ذا بريشر ايتش كومبوننت اوف ميكتشر اوف غازز وود اكزيرت اف it were the only gas present. تمام. The partial pressure of water in the air can be as low as zero and as high as the saturated vapor pressure. إذا بالإمكانها توصل قيمة partial pressure للH2O في لحظة معينة لنفس القيمة هذه، فبطلع أن الهيوميديتي تقريبا 100%. طبعا هذا شبه مستحيل، ما بعرف إذا لا هو مستحيل، أنا بحياتي ممكن نسمع 80-70 بس 100% أنا ما مرتش عليه صراحة يعني. تمام. وهنا نسميها relative humidity، نسميها relative humidity وهي مقياس للsaturation of the air، مقياس للsaturation أو الإشباع في الهواء. When humidity is high it feels muggy. It is hard for any more water to evaporate. بكون صعب جدا لأي كمية إنها تطلع أو تتبخر، فبطلع لنا dew point في هاي الحالة أو نقطة اللي هو الندى، نقطة الندى عند درجة حرارة which the air would be saturated with water، فبطلع لنا الفوق أو الضباب في هذه الحالة. ولما التمبريتشر تنزل بيصير عندنا اللي هو الغيوم. If the temperature goes below the drop point أو dew point عفوا نقطة اللي هو الندى فبتشكل عندنا الديو والفوق وإيفن رين مي أوكير في هاي الحالة. وهذه الحالات تقريبا نشوفها بشكل شبه يومي في الدول اللي هو على شرق آسيا أو الدول اللي على خط الاستواء. الدول على خط الاستواء في معظم الأحيان بيكون الهيوميديتي عالي جدا جدا، الرطوبة عالية جدا،
والمطر بكون واصل لمراحل، فعلى حسب درجة الحرارة اللي موجودة الصعود والنزول بصير عندنا الضباب والمطر وتشكل الندى والهيوميديتي العالي. لو أخذنا مثال على relative humidity في الحالة هاي on a particular hot day the temperature was 30، إذا كان في عندنا يوم درجة الحرارة كانت فيه 30 وال partial pressure of water vapor في هذيك اللحظة كان 21 تور. تور هي أحد وحدات شو اسمه الضغط، أحد وحدات الضغط. في الجدول هنا استخدموا وحدتين إما الباسكال أو التور، وعلى حسب السؤال مش راح تفرق، راح تعطي نفس النتيجة القيمتين، القيمتين راح تعطي نفس النتيجة على حسب السؤال. إذن في الحالة هذه what is the relative humidity بالاعتماد على وين؟ على الجدول السابق، بالاعتماد على الجدول السابق إذن عند 30 درجة مئوية زي ما شفنا قبل قليل بعطيني 31.8 تور. في الحالة هذه عملية الريلاتيف هيوميديتي بنقسم البارشل على اللي هو ساتوريتد، البارشل على ساتوريتد بابر بريشر، فبيطلع لنا النسبة. فالنسبة 66 في الحالة هاي نسبة عالية شوية، نسبة عالية شوية. النسبة الطبيعية عادة بتكون ما بين 40 إلى 50%، من 40 إلى 50%. الأيام هاي صارت هاي الشغلة عادية جدا، ممكن على تطبيقات زي تطبيق طقس العرب أو تطبيقات الأرصاد الجوية نعرف الهيوميديتي الطبيعية في أي منطقة بدنا إياها. إذن human are sensitive to humidity، إحنا حساسين جدا حتى الرئة تبعتنا والأمور هاي كلها للهيوميديتي أو للرطوبة. A relative humidity of 40 إلى 50 is generally optimum for both health and comfort. إذن 40 إلى 50 هي الهيوميديتي أو الرطوبة الطبيعية لأي إنسان في هاي الحالة. الهاي هيوميديتي particular in hot day reduce the evaporation of moisture from the skin. هون احنا بيجي دورنا، الناس بدها تروح ديرماتولوجيست ليصيروا أطباء جلدية، بدهم ينتبهوا لأنه مش مجرد الشمس بتنشف الجسم، لا الإيفابوريشن اللي بيصير في السكن راح يعمل اسكيبينج وراح يعمل ريديوس للإيفابوريشن في الهدي في هاي الحالة، which is one of the body's vital mechanism of regulating body temperature، عملية تنظيم عمل درجة حرارة الإنسان. إذا تنظيم درجة حرارة الإنسان راح يعتمد برضو على التعرق في هاي الحالة. Very low humidity on the other hand can dry the skin and mucous membrane. في حال نقصان الهيوميديتي راح ينشف الجلد بزيادة، هنا راح يزيد ترطيبها وراح يعلق عنا العرق والمية، نشعر زي كأنه احنا تعرق داخلي. تمام، في الحالة العكسية للهيوميديتي لما ينقص الهيوميديتي في الحالة هاي راح يكون عنا بشرة ناشفة تماما ويتأثر على الميوكس ميمبرينز في الجسم الإنسان. طيب نيجي للموضوع المفروض انه الاخير، عمليه الديفيوجن من اهم المواضيع، وهو اصلا يعني التشابتر هذا يعني من اهم مواضيعه الديفيوجن في هذا الحال. الديفيوجن هي بروسيس، هو بروسيس من خلالها تنتشر الماده في داخل المواد الاخرى، خصوصا عندنا في الخلايا داخل خلايا جسم الانسان. إذن even without steering من غير ما نحرك المادة، لو حطينا few drops of dye من أي مادة ملونة في داخل الووتر راح ينتشر، راح spread throughout هاي المادة، وهذه البروسيس بنسميها diffusion، عملية انتشار. إذن لو حطينا صبغة في محلول مائي، شو ما كان محلول مائي، بعد فترة بسيطة راح نحصل إنه انتشر في كل الأرجاء هذا المحلول، في كل أرجاء هذا المحلول. diffusion occur from a region، هون التعريفها بدنا نفرق ما بين diffusion والosmosis.
الخاصية الأسموزية والديفيوجن الانتشار، هاي أنتوا طبعا لحالكم لازم تكونوا عارفين. الديفيوجن عادة بحدث from region of high concentration towards a region of lower concentration. إذا region واحد عندها high concentration من المادة، فبتنتقل المادة إلى الريجن اللي فيها lower concentration، lower concentration تركيز أقل. في حالة الخاصية الأسموزية اللي بنتقل مش المادة، اللي بنتقل الماء اللي بتنتقل للجهة الثانية حتى يتعادل اللي هو التركيز في الجهتين، حتى يتعادل التركيز في جهتين تبعت الجسم أو اللي بيكون مفصول بيناتهم بغشاء ميمبرين في كثير من الحالات. تمام؟ إذا الريجن واحد عادة concentration بيكون عالي، وريجن اثنين عادة بيكون الريجن منخفض. فرق الconcentration بين two regions والمسافة هذول عاملين مهمين عشان سرعة الديفيوجن. سرعة الديفيوجن. وعليكم السلام. لحظة شوف يا جماعة. ثواني. طيب يا جماعة، عذراً على الانقطاع. فإذاً العوامل اللي بتأثر على سرعة الديفيوجن اللي هي فرق التركيز ما بين الجسمين، ما بين المنطقتين ريجون واحد وريجون اتنين، والمسافة بينهم. كل ما زادت المسافة راح يقل سرعة التدفق، كل ما قلت المسافة راح تزيد سرعة هذا التدفق، كل ما زاد الكونسنتريشن فرق الكونسنتريشن راح يزيد عملية اللي هو انتقال المواد من الريجن الأعلى كثافة إلى الريجن أقل كثافة. هذه كلها بحكمها معادلة اسمها rate of diffusion. rate of diffusion نعتمد على J، نسميها J. تمام؟ D هو diffusion constant، D هو diffusion constant في هذه الحالة، و C1 التركيز الأول، C2 التركيز الثاني، ودلتا اكس المسافه ما بين التو ديفيوج المكانين اللي احنا بدنا ناخذ منهم الديفيوج. تمام. لو اخذنا مثال سريع عليها، لو اخذنا مثال سريع على هذه الماده، لاحظوا الديفيوجن والميديوم اللي هو موجود فيها. في الديفيوجن مولكيول بيكون في H2O، او خلينا نشوف O2، عفوا O2 في الاير مختلف عن diffusion constant في الووتر، فراح يكون في عنا اختلاف بين التنتين، 1.8 و100.
المية أكبر من 1.8، ولكن ما ننسى اللي هو ناقص 5 وناقص 11، تمام؟ فإذا الميديم له دخل في هذه الديفيوجن، الميديم اللي بده ينتشر فيها له دخل في هذه في الديفيوجن كونستانت. لو أخذنا مثال سريع الديفيوجن أوف أمونيا إن إير، ديفيوجن للأمونيا في الإير، to get an idea of the time required for diffusion. هنا يعني هذه برضو أحد الشغلات المهمة جدا في الانفكشن كنترول، لما يكون عندنا انفكشن لا سمح الله في منطقة معينة وأنا بدي أسيطر على هذا الانفكشن، ممكن نعمل حساب أكم الوقت اللي أنا بحاجة إنه ينتشر هذا المادة مثلا الغازية أو السامة لا سمح الله في أرجاء المكان اللي هو موجود فيه. إذن diffusion of ammonia in air to get an idea of the time required for diffusion, estimate how long it might take for ammonia NH3 to be detected by 10 centimeter from a bottle after it's opened. إذن بدنا نشوف delta X والأمونيا لما نفتحها كم الزمن، how long it will take، تمام؟ إذن هنا راح نشوف order of a magnitude calculating rate of diffusion J اللي شفناه قبل قليل can be equal to the number of molecules N في هذه الحالة، واللي اخترقت المساحة A الـ area A. إذن الـ area A في هذه الحالة ممكن إن إحنا نشوفها، نفترض افتراض، هلأ بنشوف كيف نفترضها، وبدنا نوجد من خلالها التايم. إذن J هي مقدار المواد أو المولوكيولز اللي راح تخترق هذه المادة أو هذه المساحة A خلال الزمن، خلال الزمن. إذن الزمن هذا بالإمكان إنه إحنا نعرفه على أساس إنه N على J، N على J في هاي الحالة، تمام؟ عملية تعويض مباشر، T راح تسوي لي N على J، معناها N على diffusion constant في الاريا في دلتا اكس طلعت لفوق في هاي الحالة على دلتا سي. دلتا سي فرق الكونسنتريشن بين التنين، فرق الكونسنتريشن بين التنين. والافرج كونسنتريشن بالامكان انه احنا نشوفه انه من خلال الان على الفوليوم، الان على الفوليوم، فبنعمل عملية اختصار بسيطة فبتتحول عنا تي اللي هي ممكن يصير عنا السي داش متوسط الكونسنتريشن، افريج كونسنتريشن ممكن يخترق اي مكان في A في دلتا اكس، هاي كميه الان اللي موجوده، تمام، على دي ديفيوجن كونسنت على A في دلتا سي. اذا هنا A مع A راح يروحوا في هذا الوقت، والافريج كونسنتريشن بالامكان يكون انه يكون سي على تنين، سي على تنين أو دلتا سي على تنين، متوسط الأكبر قيمة وأقل قيمة على تنين في هاي الحالة. فبتصير عنا إذن برضو تي راح تساوي في هذه الحالة الـ average concentration على دلتا سي تساوي دلتا إكس تربيع، تمام، على اللي هو دي، على دي في هذه الحالة، تمام. ومن خلالها بالإمكان إنه نشوف تي بشكل مباشر، عندنا دي للأمونيا 4 × 10^5، تمام، تعويض مباشر لدي، والفرق الكونسنتريشن في الأمونيا والمسافة عندنا موجود عندنا 10 سنتيمتر. هاي الأسئلة فقط إنه إحنا قادرين على إنه نحل أمثلة زي هيك، مش راح يجينا سؤال في الامتحان بالشكل هذا، ولكن في المستقبل لا سمح الله صار عندنا أي مشكلة في مختبر، في معمل، في داخل غرفة معزولة أو غير معزولة، فبنقدر نعمل استيميشن لعملية الانتشار للأوبئة للأمور هاي. جماعة الأوبئة والكنترول انفكشن كنترول بيحبوا هاي الشغلات وبيحبوا يحسبوها بشكل أحسن منا احنا بشكل كبير جدا. إذن عملية الديفيوجن is extremely important for living organisms. For example, molecules produced
in a certain chemical reaction within cell diffuse to other areas where they take part of other reactions. إذن عملية الديفيوجن مهمة جدا في living organisms زي جسم الإنسان. الغاز diffusion is important too في عملية البلانيتس والتبدل CO2 والO2 مع الطبيعة في الشجر والبلانيتس. طبعا الانيمالز exchange برضو CO2 مع الO2 في الانفايرومنت، وهذا كلياته ممكن انه يدخل عن طريق اللانجز وينتشر الى داخل الخلايا، الى داخل الخلايا. السمري تبع تشابتر 13 شفنا انه all matter is made of atoms، ملخص تشابتر 13 شفنا انه المادة كلياتها مصنوعة من الذرات. الاتوميك والمولكيولر ماس ار ميجرد ان اتوميك ماس يونت، شفناها هنا معتمدة على C12 يوميتها وانها تساوي 12 يو وزنها، تمام. وشفنا كم قيمتها بالكيلوغرام، على ما اعتقد كانت 1.66 في 10 قوة ناقص 23 I think. التمبريتشر حكينا انه هي مقياس how hot or cold something، تمام. وعملية القياس تبعته بتتم بأجهزة اسمها thermometers. كان عندنا three temperature scales أساسيات، السيليسيوس والفهرنهايت والكلفن. شفنا العلاقة بينهم بين كل واحدة منهم وكيف عملية التحويل من سيليسيوس لكلفن ومن كلفن لفهرنهايت ومن فهرنهايت لسيليسيوس مرة ثانية، تمام. وشفنا انه عملية التسخين راح تعطي انه زيادة ويصير له linear expansion للمواد الصلبة، linear expansion، تمام. وهذا linear expansion معتمد على الكوفيشنت المعامل لكل مادة التمدد تبعها. بعدين شفنا انه الفوليوم اكسبانشن ممكن يصير للغازات وللليكويدز بالاضافه للسوليد، كيف الحل تبعها وكيف انه الالفا 3 الفا تساوي 1 بيتا. اذا متذكرين المعامل الكوفيشنت اوف فوليوم اكسبانشن سميناه بيتا، واللينير اكسبانشن سميناه كوفيشنت اوف لينير اكسبانشن سميناه الفا يوميتا. بعدين شفنا أمثلة على الحل هذا، أمثلة كثيرة شفناها في عملية اللينير والفوليوم إكسبانشن، فهذا برضو أحد الأسئلة اللي أكيد راح تجيكم بالفاينل. وبعدين شفنا المعادلة العالمية للأيديال غاز لو PV تساوي NRT من المعادلات المهمة جدا اللي حددت علاقة البريشر الفوليوم مع التمبريتشر بوجود number of moles والكونستانت R. وشفنا كيف الأمثلة عليها وكيف عملية التبديل بيناتها. وبعدين شفنا ما بين الفيز واحد وفيز اثنين الـ PV على T واحد تساوي PV اثنين على T اثنين، تمام. وشفنا عملية إنه لو كان عندنا two phases كيف عملية التغير اللي بتتم للفوليوم أو البريشر أو التمبريتشر ما بين الـ two phases. One mole of substance حكينا هو number of grams equal to the atomic or molecular mass، حكينا واحد مول إذا متذكرين ممكن يغطي لي من الايديال غاز 22.4 لتر من الفوليوم، تمام. وبالإمكان نشوف مقدار هذا المولكيولر ماس من خلال المعادلة تبعت الـ N اللي تساوي الماس على الـ number of moles تساوي الماس بالجرام على الاتوميك ماس المول لكل جرام في هذه الحالة. بعد شفنا الأفوغادروز نمبر وحكينا كيف أفوغادروز نمبر معناها عدد المولكيول في واحد مول من المادة، عدد المولكيول في واحد مول من المادة وهو ثابت، كان I think 6.22 في 10 هو مش قادر أتذكر 31 يمكن، مش متأكد بالضبط، بس انتوا لازم تحفظوها، انتوا لازم تحفظوها. بعدين شفنا الكيناتيك انرجي للمولكيولز وكيف انها بتحمل طاقة،
ولو شفنا الطاقة تبعت الواحد مول للايديال جاز، كم الطاقة الهائلة اللي طلعت معنا، في المثال طلعت بحدود 3600 جول أو 3800 جول. شفنا كيف عملية الاشتقاق الفي ار ام اس والكينيتيك انرجي للايديال جاز، وكيف اوجدناها من خلال كي واللي هي كانت بولزمان كونستانت، ومن خلال درجة الحرارة. إذا حددنا الكينيتيك انرجي من خلال درجة الحرارة بالكلفن والكي بالبولزمان كونستانت. وشفنا الكريتيكال تمبريتشر والليكوفاي اوف ذا بريشر از هاي انف او لا، والتريبل بوينت تعرفنا عليها، النقطة اللي فيها ثلاث حالات فيز للمادة بتكون في الإكوليبريم فيز، ثلاث حالات السوليد والليكويد والفابور شفناها قبل قليل. شفنا عملية الإيفابوريشن لما يكون عندنا فاست موفينج مولكيول اسكيب فروم ذا سيرفيس اوف ذا ليكويد، وبتعمل عملية كولينج يعني بتخفف برودة المادة عن طريق انه هاي الذرات الحارة تطلع من الماء او تطلع من سطح الليكويد. وشفنا عملية الساتوريتد الإشباع لما تكون غرفة مغلقة أو الكونتينر مغلق، فالفابور بريشر وكير وين the two phases are at equilibrium، لما يكون two phases موجودين بيكونوا على equilibrium نسميها saturated vapor pressure. ومن خلالها قدرنا نحسب relative humidity اللي هو البريشر العادي الموجود تقسيم saturated vapor pressure، واخذنا مع الاكتوال فابور بريشر مع ساتوريتد فابور بريشر. واخر شيء شفنا الديفيوجن، شوف اهميه الديفيوجن في جسم الانسان، وهي راح تمر عليكم امور كثير جدا في المستقبل لها علاقه في الديفيوجن والبايوسيل، عمليه انتقال الماده من مكان الى مكان within السيل ميمبرين. وسلامتكم وسلامتكم. احنا متقدمين في المادة صراحة، فمتى امتحاننا احنا ان شاء الله تعالى؟ يوم الاثنين ولا الثلاثاء؟ الثلاثاء. الثلاثاء. طيب